اللي شاف وائل الابراشي في استوديوهات العاشرة مساء في دريم هيقول ان وائل مذيع عملاق، مذيع من طراز فريد. قد ايه اتواجدت معاه في الاستوديو، كنا بنشتغل في العاشرة مساء من 10 مساء لحد الساعة 4 الفجر و5 الفجر واحنا بنتكلم، لا يكل ولا يمل ولا تتوقف العبارات ولا الجمل في لسان او على لسان وائل الابراشي. وائل كان قادر ان هو يصد اي حد ويرد اي حد ويحاور اي حد بقوة وتمكن وحرفية. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم القناة بنتقدم بخالص التعازي لأسرة الراحل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي. النهاردة معادنا في حلقتنا هنتعرف أكتر على وائل الإبراشي، هنشوف كواليس الأيام الأخيرة في حياة وائل وإيه المرض اللي تسبب في وفاة وائل، وده لأن وائل في الفترة الأخيرة أجرى أكتر من مسحة لكورونا والنتائج كانت بتطلع سلبية، يعني كورونا مكانتش هي السبب الأساسي في وفاته. وهنشوف كمان معلومات تانية عن وائل، ليه وائل تأخر في سن الزواج واتفق على ايه مع زوجته قبل الزواج، وهنشوف كمان مفاجأة صادمة هيفجرها لنا صلاح عبد الله عن وائل الإبراشي. هنتابع مع بعض تفاصيل الحلقة، لكن بداية وفي أول الحلقة بنقدم الدعوات لوائل الإبراشي، دعوات طالبين فيها من الله أن يرحم ويغفر لوائل الإبراشي وأن يسكنه فسيح جناته. هنبدأ مع بعض على طول الفيديو. إيه المرض اللي تسبب في وفاة وائل الإبراشي؟ الحقيقة وائل الإبراشي أصيب بكورونا زيه زي أي حد، وكتير مننا بيجيله كورونا، ولكن بيتم الشفاء من عند الله. لكن المشكلة هنا كانت الأخطر، وهي إصابة وائل الإبراشي بتليف رئوي حاد. وائل الإبراشي قضى حوالي 8 أشهر كاملة في المستشفى، إذ أكد الدكتور مجدي عبد الحميد في لقاء خاص مع جريدة الوطن إن إصابة وائل الإبراشي بكورونا تسببت في تليف جزء كبير من رئته. التليف ده وصل لحوالي 60% من الرئة، وكان موضوع على جهاز الأكسجين، وده كان المرض الأساسي أو تبعات كورونا هي اللي تسببت في وفاة وائل الإبراشي. وأكد الطبيب للوطن أن تليف الرئتين هو من أخطر الأمراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي، وبيأتي نتيجة جروح وندبات تصيب الرئة وزيادة سمك أنسجة الرئة، وده بدوره بيؤثر على الأنسجة الرابطة في الرئة وبيأثر أيضا على الحويصلات الهوائية. التليف ده بيكبر تدريجيا وبيصل إلى حد عدم تمدد الأنسجة كما ينبغي، وده الشيء اللي بيخلي التنفس أكثر صعوبة، وفي النهاية بتقل قدرة الرئة على المحافظة على الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون، يعني وظيفتها الطبيعية، وده كان السبب الأساسي في وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي. تابعوا معنا الفيديو وهنوافيكم بالتفاصيل لحظة بلحظة. أما وصية وائل الإبراشي إن هو يدفن في مسخط رأسه شربين، هنشوف مع بعض بس لايف. سبحان من له الدوام، والكل منتظر دلوقتي ببالغ الحزن والأسى وصول جثمان الإعلامي وائل الإبراشي بمحافظة الدقهلية، ودلوقتي في انتظار وصول جثمان الراحل وائل الإبراشي لمسقط رأسه، وهنشوف مع بعض الجامع اللي هيخرج منه الجثمان، مسجد الشربيني يا أبو أحمد، ونحن الآن في انتظار وصول جثمانه. الإعلامي الكبير وائل الإبراشي قدم لنا كتير من التحقيقات الصحفية الناجحة. بدأ الإعلامي وائل الإبراشي العمل في جريدة روزول يوسف، ثم عمل بعد ذلك بجريدة صوت الأمة، ثم أصبح رئيس تحرير جريدة صوت الأمة. ومن أكتر البرامج الناجحة اللي قدمها لنا وائل الإبراشي هو برنامج العاشرة مساء، والحقيقة سادت حالة من الحزن الشديد بين أقارب وجيران الإعلامي وائل الإبراشي. والتقى مصراوي بحسين الإبراشي نجل عم الإعلامي وائل الإبراشي، واللي أكد لنا أن وائل كان أصغر أشقائه، وهم كانوا عبارة عن 3 أولاد وبنتين. أكد لنا كمان أن وائل كان متفوق دراسيا وحصل على درجة 290 من 300 في الشهادة الابتدائية، وأضاف كمان أن والده الحاج حسن الإبراشي كان صاحب محل بيع حلويات، كان طيب القلب جدا وكان حافظ للقرآن. توفي والراحل في المرحلة الإعدادية، يعني وائل كان في الإعدادية ووالده توفي، كما أن الراحل كان بار جدا بأهله وبأهل قريته، وتربى في أسرة متدينة، ووالدته كان ليها فضل كبير جدا في تربيته. قال كمان ابن عمه أن هي كانت أم لينا كلنا. أستاذ وائل كان أدابة العيلة.
كانت ست محترمة جدا وست عظيمة جدا، وهي يمكن كانت هي المحرك بالنسبة لوائل. والله احنا اتفاجئنا زينا زي اي حد ان الخبر اتذاع في التلفزيون، حاولنا نتصل. والشيء الجديد هنا واللي فيه ناس كتير جدا ما تعرفوش ان وائل كان عنده مهارة كبيرة جدا في لعب كرة القدم، ولعب كرة القدم فترة بنادي شربين ولقب بين أصحابه ببيبو. ووضح ابن عمه أن نجاح وائل كان نجاح ليهم كلهم، قال كان بيساعد كل الناس، ما بيقفش قدام أي حد يطلب مساعدته، بيساعده بيقدم له كل اللي بيحتاجه وبيساعد أي حد في أي مشكلة ليه. وضح لنا كمان ابن عمه أن جنازة الراحل وائل الإبراشي ستشيع ظهر اليوم الاثنين، ربنا يجعل مسواه الجنة. أما اللقاء الأخير لوائل الإبراشي كان من خلال برنامجه التاسعة، والحلقة دي تعرضت بتاريخ يوم 24 ديسمبر 2020، وظهرت في الحلقة الإعلامية نجوى إبراهيم وحسام الدين حسين، وقدموا البرنامج في الوقت ده مكان وائل الإبراشي، ودخل من خلال مداخلة هاتفية وائل معهم على الخط وطمن الناس على حالته الصحية، لكن إرادة الله نفذت وعانى وائل سنة كاملة من تبعات كورونا. تفضل أستاذ وائل الإبراشي، بترحب بيك و ألف سلامة عليك، إن شاء الله خير وإن شاء الله تعدي بألف خير وصحة وسلامة يا رب. الله يسلمك يا حسام ومنور وائل مدام نجوى، سلامتك يا وائل، ألف سلامة، ألف سلامة عليك. يوم خميس الله يسلمك وإن شاء الله نعدي المحنة دي وحنستعيد الشغل تاني مع بعض إن شاء الله. إحنا حسينا امبارح إن أنت كنت ابتدى يدخل عليك شويه البرد وشويه السيمبتومز او الاعراض اللي هي حسيت بيها، حسيت بايه يا وائل بالظبط؟ والله هو كويس جدا ان انا لما هي نفس اعراض الانفلونزا، بس انا خدتها على انها كورونا، وده اللي بنقوله حتى للناس لما تجي لك انفلونزا لازم تتعامل معاها لانها تاخدها جد بجديه يعني. أيوة. وجايز انه التفكير السريع ده يعني الحمد لله الاطباء بيطمنوني يعني انه هي في بدايتها، بس هتعامل مع البروتوكول وهنشوف ان شاء الله العلاج ونتعامل معاه بشكل يومي وهننتصر. أيوة. عليها ان شاء الله. معنا دلوقتي بس لايف للسياره اللي بتحمل جثمان وائل الإبراشي لشربين، كل أهالي البلدة وكل الأقارب وكل الأصدقاء منتظرين وصول جثمانه للمسجد، والسيارة البيضة دي اللي انتوا شايفينها هي اللي بتحمل جثمان وائل، ربنا يجعل مسواه الجنة. وائل الإبراشي كان ليه آراء خاصة، كان بيشوف إن الحياة الزوجية في سن مبكر بتعطل أصحاب الطموح عن الوصول لهدفهم والوصول لطموحهم، وقال إن هو فكر في الزواج في سن متأخر وده كان علشان يحقق طموحاته، كان بيحب إن هو يرجع البيت يقعد يفكر في القضايا اللي هيتكلم فيها، مش عايز أي حاجة تشغله عن طموحه، علشان كده اتأخر في سن الزواج، لكن كان شايف إن الزواج متأخر أيضا كان ليه عيوب، وهو إن الإنسان لما بيخلف بيكون في فرق في السن ما بينه وما بين ابنه. أما زوجته خريجة كلية الآداب قسم ترجمة، لكن اتفقوا مع بعض إن هي ما تشتغلش وده علشان تربي الأبناء، وائل عنده بنت اسمها جيلان. كمان أنا بشوف إنه بعض الناس لما بتتجوز مبكرا، في بعض الناس بعض الصحفيين أو بعض أي حد بيشتغل مهنة فيها طموح، مش معنى كده ان انا بقول له خلي الجواز متاخر، بس كمان الجواز المبكر بيبقى له مساوئ طبعا، مش هيخليك تنجح بسرعه، مش هيخليك تنجح قوي. والجواز المتاخر فيه مشكله ان انا بقعد دلوقتي بقعد احسبها، انا لما يبقى عندي 60 سنه بنتي هيبقى عندها كام سنه، ربنا يديك طول العمر. الواحد يقلق، فهنا اللي بيقلق هو حكايه الاعمار دي ملهاش علاقه بالموضوع، في ناس بتبقى صغيره وبتسيب ولادها صغيرين والعكس صحيح. اما بخصوص المفاجاه الصادمه اللي كشفها لنا صلاح عبد الله، ان هو اتصل اخر يوم من سنه 2021 بزوجة وائل الإبراشي، وده للاطمئنان على حالته وطمنته جدا على حالته، وقال علشان كده موته فجاه كان مفاجاه صادمه لصلاح عبد الله وللجمهور. اضاف صلاح عبد الله ودعا ليه وقال يا رب اجعل معاناته في ميزان حسناته.
ودعا ليه ان ربنا يغفر له ويرحمه ويجعله من اهل الجنه. هنوفيكم بالتفاصيل ان شاء الله اول باول. وبكده النهارده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. كل يعني سلمت يده كل من ساهم في نجاح الستين عاما. فعلا سلمت ايد كل من ساهم في نجاح حصيلة الستين عاما. وقعد بقى احسبها من جنود مجهولين خلف الكاميرا إلى كل الذين ساهموا في هذا النجاح.